السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا بالجميع. أخوكم زهير يحييكم من القناة إبراهيم للتقنية. أتمنى تكونوا بألف خير وعافية للجميع. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو سوف نتكلم على برنامج لازم يكون مثبت أو يتم تنزيله أو يتم تحميله على أجهزة الأندرويد تي في، مثل تي في بوكس وشاشة التلفاز. إخواني الكرام، هذا التطبيق أو هذا البرنامج يتم تحميله من بلاي ستور، وهو كالتالي: الضغط على بلاي ستور إخواني، نذهب إلى الأعلى، ثم نذهب إلى أيقونة الروشيرش. تطبيق إخواني هو هذا معنا، داونلودر إخواني. إذا ما وجدتم هذا التطبيق في الشاشة، نعمل الروشيرش، يعني نعمل البحث. ها هو إخواني، وثم نعمل انستالي، تنزيل، نعمل اوكي. هو إخواني ثبت معنا البرنامج. نرجع إلى الصورة العادية، إلى صورة الأيقونات البرامج. نعمل نضغط على زائد بلس، ها هو البرنامج لكي يكون معنا في هنا إخواني. ثم نذهب إخواني إلى بارامتر، ثم نعمل أبليكاسيون، نعطيه الصلاحية إخواني. هانتم إخواني، نتم نعمل سيتينج، ثم نذهب للأسفل هنا، نضغط أوكي، ثم نضغط هنا إخواني، ثم نضغط مرة أخرى بلاي ستور. أوكي، هانتوما إخواني،
أنتم ستجيدون هكذا، ثم تعطيه الصلاحية، يعني تعمل موافق. ثم نضغط أوكي على البرنامج. ثم نعطيه الصلاحية إخواني. ها هو البرنامج معنا إخواني الكرام. في فيديو قادم إن شاء الله سوف نعطيكم طريقة لتحميل أي تطبيق خارج عن بلاي ستور. تحياتي للجميع، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله بحول الله.